لكم القصه ديالي، انا سكينه منال، وبغيت نعاود لكم القصه ديالي مع الخيانه ومع قصه الحب اللي دوزتها في حياتي، وكانت صعيبه شويه، دازت عليا مره. ما تشر كي داير الحب الحب، وكل كان بغي واحد السيد، وفي الاخر دابا راه زاد وخلاني خلى لي الاولاد. يلا ملي خرجت انا الصباح اللي جبت الامن باش ندخل داري، لقيت السيده في داري. يعني خرجت انت ودابا اللي جاي باش يدخلوا اه باش انا العشيقه ديالو ودخلها. ملي جبت الامن يشوف يدخلني زعما للدار، ولقى السيده في داري، فبغات كاع تحل عليا الباب، شداتني واحد السيري، واحد المرضى، واحد ما نقولش لكم، كندير الدواء وكندير شحال من حاجه، يلا تشافيت شي شويه وصافي زدت ولا زدت بحالي. كي كانت هذيك الصدمه؟ انا واحد الصدمه كذب عليك، انا قلت لك عرفتي شحال انا كان الدواء عند الطبيب، مرضت نفسانيتي. اه هو كان كيخون كان كيخون من قبل، ولكن ديك الساعه حكم فيه الله. لا كان كيبان في التليفون وكلشي، كيدير لك كود في التليفون، كيدير لك كود التليفون ديالو، ولكن داك النهار حكمت فيه النيه، جابوا لي الله قدامي، ولكن صدموني واحد الصدمه خايبه. اش كانوا التليفونات بزاف كان مس كيخون كيفسد بالعربيه، تعرفت ماشي مع وحده، لا ماشي مع وحده لا جوج، كنت كنصحاب واش وحده، ولكن هو ماشي وحده ماشي جوج. وتعرفنا المهم وبزاف كنهضروا، ولكن من بعد بغاني وبغيته، ولكن من بعد صدق السيد ما عندوش الكلمه، داكشي كامل اللي وعدني به صدق الكذوب. وكنصح البنات اللي كيتيقوا شي واحد اللي قال لهم كنبغيكم وداكشي، انا هذا عطاني الدرس في الحياه باش ما عمرني نثيق في شي واحد. والزواج الحمد لله ما بقيتش كنثيقوا، قسم ونصيب دوزناه، والاولاد درناهم الحمد لله. الزواج ما بقيناش كنتمنوا نتزوجوا، كنتمنى البنات اللي بغاو يتزوجوا باقي في المستقبل ما يتيقوش شي واحد اللي قال لهم كنبغيكم، ولا كاع تزوجات به كتبغيه ما تولدش معاه الاولاد، تجمع راسها باش تبعد على كان فيه المشكل الخيانه والعصا وشحال من حاجه. انا خيطت على هنا استني كان غيطيحوا ليا يديها هرسهم ليا. فاش كتحصلي كنحصلو كيضربني. فاش كتحطي امام الامر الواقع كيبقى يضربني. كيضربك كيبقى يعطيني البنيه، كيعطيني عرفتي راه كيرضني كامل دمايات، كنمشي للكوميساريه حفيانه. المهم كنصحكم البنات ما تولدوا الا كاع تجوشي عن حب، حيت بعدا باش ما يضيعكش. دابا انا ضيعني، انا وضيع لي هاد وليدات انا. كنتي كتبغيني؟ كنت كنبغيك، كنت كنموت عليه. ما كذبش عليك. يعني وشنو اللي خلاك تصبره يعني؟ صبرت على هادشي، كنقول زعما ربنا يتوب، ربنا يهديه الله، ربنا. ولحد الان زعما كنقول زعما ربنا يهديه الله، ولكن ما بغاش يهديه الله. ماشي هكاك دابا، علاش كما كيقولوا علاش شرعت اربعه؟ حيت الراجل ما عطاش الشرع ما عطاه اربعه، حتى عرفوا هو ما غاديش يقنع بوحده. سمعت في الحديث تعرفوا الله ما غاديش يقنع الراجل بوحده، يعني داكشي علاش عطى الله الشرع اربعه؟ يعني داكشي علاش الراجل ما كيقنعش بوحده، خص ضروري هو. وما كانش عندنا حنا ديك الفكره، دابا سبحان الله العظيم الحياه علمتنا شحال من حاجه، ولكن لو كنت تزوج حسن لي من ديك الحاله. واش هذيك البوحده اللي حصلتيها؟ ماشي وحده ماشي جوج، في التصاور وقالوا لي الناس وما تيقتش، كان سافر وكيدخل العيال لداري وكيقولوا لي كان سافر للدار كيجري عليا انا لدارنا، وما كنمشيش حتى بالسفر بحال العيالات مفوجه وداك الشيء بخاطري، كنمشي بلا خاطري. وملي كنمشي بلا خاطري سيري بحال كنجيب لها لا، كنقول توقي لها سيد معصب، سيري خرجي بحال كنجيب لها لا، كندير نفعل هي كيجيب لها العيالات، كيبقاو ثلاث ايام تما الناس كيصحاب لهم مساكن واش انا، ولكن من بعد يعني كيدخلوا من البيت الزوجيه. مشكله ماشي شي زين ولا شي فصاله ولا غير الخيبات، سبحان الله العظيم انتم رجال اخوتي ما عرفت مالكم، كيديكم الله غير كتخليو الزين في الدار وكتمشيو للخيبات، ما عرفت مالكم. بس لهذ الدرجه والله العظيم الا انتم رجال تلقى دابا شحال من واحد دابا سبحان الله العظيم كتلقى مخلي الزين في الدار وكيمشي عند وحده خايبه كحلى حال ده حاله، بحال واحد السيده كانت قالت لها ليا الله يطول لها العمر، قالت لك كنشوف واحد السيد مرته شحال زوينه، قالت لك ولا طيو زوينه، قال لك ولا شتي صاحبته، قال لك غادي الريال في سبيل الله ما نعطيش ليها، قالت لك واحد كحلى واحده حال ده حاله. هادشي اللي وقع لي انا يعني كيخلي كيخليو سميتو في الدار وكيمشيو اخوتي، ما عرفت مالهم هاد الناس. واش انت كتعتبر راسك زوينه؟ ها انا ما كنحسبش راسي زوينه، وانما زعما كنقول زعما علاش بنادم ما يقنعش ويقنع بالحلال ديالو، علاش مال يقنع بنادم ما بوحده. ولكن دابا الحمد لله حنايا الزواج دوزناه، ما بقيتش كنتمنى نتزوجوا ان شاء الله. لا ما بقيتش كنتزوج، لا صافي دازت ليا التجربه مره بزاف وصبرنا شحال من حاجه، كنقول لهم ربنا كتلقاي ميساجات كتلقاي ما كنلقى شحال من حاجه. ولا قلت لك اخويا شنو مش ميساج واحد المره ثاني قبل هاد السيده ثاني اللي دخلت لداري، الا قلت لك اش لقيت ثاني في واحد في ديك الدار سبحان الله العظيم اش حكمت فيه النيه، واحد الدار اخر دار كنا فيها عرفتي راه حكمت فيه النيه تبان على حقيقته. سمعت في الاوديو واحد التليفون كنلعب فيه هكايا كنتفرج في اليوتيوب، وشويه سمعت ديك التسجيلات
بلا ما احتاج نقول لك كتقول لي كي المهم كي سميتو بلا ما احتاج نخسر الهضره. لا ما ماشي تخسر الهضره، شنو فيهم يعني بخلاصه تقريبا؟ خلاصه المهم كيهضروا كيخسروا الهضره، يعني كان جا عندها وجا من عندها وكيهضروا على كيفاش يعني ملي جا عندها وداك الشيء وفين كان وداك الشيء. اي وصدمني وقلت انا وقلت مع راسي اخوتي باش عرفوا الحب كي داير، الحب للاعمى. كنقول لا لا قيله ودنيا ما سمعوش مزيان، وكنشوف بعيني كنقول لها عينيا كيكذبوا عليا، ما كانت يقش عيني وما كانت يقش ودنيا سبحان الله العظيم ما كانت يقش. ولكن واش هذا السيد كان كيبان في التصرف ديالو؟ لا كيبان خائن، ولكن انا ما كنقول لقلبي صافي ما تيقش يعني كنسمع ما كنسمعش راسي. ولكن دابا الحمد لله ملي داز وخلى لي انا مكرفصه دابا ومعذبه مع الدراري، ما كيتي الخدمه ما كيتي للدار، وباع لي الدار في السكنه انا وخلاني في الكرا، وكنصوني عليه كنقول له عطيني الصاك، يقول لي انا تزوجت بعدي مني واخوتي. انا ما قلت لي انا ارجع معايا، ما قلت لي باقي كنبغيك انا صافي غسلت يدي عليه، انا بغيتي يعطيني ديك النفقه اللي تحكمت عليه. لا لا اسمح لي بعد ما دوز عليك تمر بقا تبغي، ودابا مخلاني كرفصان دابا كنقول له انا صاير، وكيدوز لي اخوته بعد من خونا راه حنا جوجنا وي داكشي اللي كان نتسالو عن المخزن يعطيه ليا. واش انا هاد الولاد انا يتشردوا ليا؟ واش هاد الولاد انا يضيعوا ليا؟ كيدير هاد الاحساس ديال الاحساس ديال الخيانه الخيانه والشمته والحكره كتبقى في الواحد. انا عرفت بقى فيا الشمته بزاف، ما جمعتش راسي وما درتش الاحتياط ديالي وما درتش البال، هادشي كامل غيوقع ليا. ما ظنيتش انا غيجي فيا العديان وغيوصلني لهاد المرحله. سبحان الله مبدل الاحوال، قال لك كيكون كي بنادم في الحال وكيصبح في حال. سبحان الله متابعين هادشي الحمد لله على كل حال. حنا اللي بغى يتشفى يتشفى، حنا ما كيهموناش الناس. الشابات كنقول لهم انا ما تيقوش، واش ما كاينش الحب؟ ما كاينش، ولكن يقدر يكون بعض المرات كيكون راجل باغي البنت، ولكن البنت ثاني كتستغلو بغات فيه المصلحه، وكتكون ثاني حيت دابا ما كيجيوش مع بعضياتهم ما كيتقادوش الحياه هي هذه، وكتلقى ثاني البنت كتبغي الدري والدري ما كيبغيش كيستغلها. ولا كاع تجوشي عن حب بنت الناس ما تيقيش، جمعي راسك ما ديريش الاولاد باش ما يضيعكش ويضيع دوك الاولاد، ديري الاولاد وتكرفصيهم ولاد. ما تقدريش انت باقي تجوجي، ما تقدري باقي تمشي لاوروبا، ما تقدريش باقي تخدمي، ما تقدري ديري هذه، ما تقدري حتى حاجه صافي. بحال دابا انا دابا بقيت في الوسط، الله 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 كريم، ما عندي العائله اللي يشدوا لي الدراري نمشي نخدم، ما عندي اللي يعاونني، ما عندي حتى حاجه من غير الله سبحانه وتعالى. انا دابا بقيت في الوسط واحد الدائره بقيت وحده فيها، حيت عندي الاولاد ما عنديش كي ندير. وما عندكش الاولاد راه غادي يعطي الله ما يدير، غادي تجوجي غادي تخدمي غادي ديري غادي تفعلي، يعني المستقبل ما غاديش واحد الفرصه، يعني واحد الخطا وقع لك صافي راه غادي. اما لا عندك الاولاد ما عندك ما ديري باقي بنت الناس. لا ما الا كاع تجوجتي بنت الناس بشي واحد بغيتيه جمعي راسك بعدا. ها دايره قناه، شنو كديري في القناه؟ القناه كنعاود فيها مشاكلي وكنبقى بارطاجي مع الناس يعني في الدار وداك الشيء. سكينه منال فرنسي، سكينه منال دايره سميتي انا على ليا، ما كنديرش شي حاجه محرمه، ما كنديرش الروتين ولا كندير شي حاجه اللي غتخيب يعني السمعه ديال المغرب ولا شي حاجه. حنايا الحمد لله كنبغيو بلادنا. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.